وش يقلك؟ عسلامتكم من جديد في موجة تصبح مكملين معاكم على الصنفين بل والحمامات 104.1 في الكابون 93.5 في تونس والشمال. باش نحكيو على التقرير السنوي اللي تم اصداره أمس حول نشاط مندوبي حماية الطفولة. في التقرير هذا يتم تسجيل حالات نتاع لإرغام النساء على الحمل في تونس، كيف تسجيل حالات الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال. تفاصيل أكثر بخصوص الحالات هذه والتقرير هذا حاضرة معنا روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية مكافحة الإتجار بالأشخاص. مرحبا بك مدام العبيدي، شكرا لك على قبول التدخل معنا. يلا مرحبا بكم. مرحبا بك. دونك نحكيو على التقارير والحالات هذه بالأرقام، كان عندكم مدام العبيدي وين وصلت وش معناها كي نقولوا حالات لإرغام النساء على الحمل؟ أنا نحب نوضح خاطر ما يلزمناش نخلطوا بين التقرير نتاع مندوبي حماية الطفولة وبين عمل الهيئة الوطنية لمكافحة التجارة بالأشخاص. على خاطر في التقرير ما وردش، يعني في تقرير المندوبين ما وردش الحديث على نشاط الهيئة على الحمل. أبسوليمون. دونك احنا بيان سور في جانب كبير ياسر من اللي يتعطاو معاه مندوبي حماية الطفولة يخص الهيئة ويدخل في مجال عمل الهيئة، كيف الاستغلال الاقتصادي للأطفال، الاستغلال الجنسي للأطفال وما إلى ذلك. دونك أنا كيف تواجهوني بالسؤال في هالمجالات هذه كلها، شنو اللي ينطبق اللي تكون فيه جرائم التجارة بالأشخاص؟ أنا قلت وأنه سيبقى المعنيين أكثر في تونس بالتجارة بالأشخاص هما الأطفال، وبصفة خاصة في الاستغلال الاقتصادي واللي نلقاو فيه البنات الصغار اللي خدمهم في الديار، نلقاو فيه التسول، نلقاو فيه العمل في ظروف يعني قاسية متاع أطفال وما إلى ذلك. ويجي فيه زادة الاستغلال الجنسي للأطفال، خاطر احنا لو كان نشوفوا تقرير مندوبي حماية الطفولة نلقاو العدد اللي تعطاه بالنسبة للاستغلال الجنسي هذاك مثلا احنا ما ناخذوش العدد الكل بالنسبة لنا نحن، على خاطر الرقم اللي تعطاه بالنسبة للمندوبين فيه الاستغلال الجنسي مي بصفة واسعة، اللي يدخل فيه التحرش الجنسي، الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي، وهما هذوما كل واحد ينطبق عليه قانون من مشمولات كلها، مش من مشمولات الهيئة الوطنية مكافحة الإرهاب. احنا الاستغلال الجنسي هي المتاجرة في طفل جنسيا قصد تحقيق أرباح، أما الاعتداء الجنسي على طفل هو اعتداء يتم ويوفى بعد الاعتداء هذاك، يعني ما تمش تحقيق مربيح من الاعتداء هذاك. التحرش الجنسي كيف يعني هي صورة أخرى من الاعتداءات الجنسية على الأطفال. دونك احنا حكينا على هذا، سألوا على الهيئة يعني شنو في عمل الهيئة، ايش تم جديد بالنسبة للعمل متاعنا. قلنا احنا كيف اي بلاد في العالم، يعني هذوما جرائم التجارة بالأشخاص هو الشكل اللي يتطور ساعات حتى كل يوم، وتشوف فيه صور كل يوم جديدة. مثلا احنا في التسول كانت في تونس والناس كل قاعدة تشوف وليدات صغار اللي قاعدين يطلبوا في ليرونبوان قاعدين نشوفهم في كل بقعة. مثلا احنا الظاهرة هذه تطورت باش ولات ناس تكري دي بي بي وتساسي بيهم، تطلب بيهم تكري بي بي من عند ام وبوه للنهار تسول. كامل فوالا، يعني تجي مرأة كبيرة ودايرة نشوفوا ساعات نساء كبار اللي تلقاها قاعدة شادة أن بيبي ما تنجمش تكون انجبته هي، على خاطر هي خارج أصل الإنجاب، ما تنجمش تكون عندها هي عمرها 60 سنة وشادة بيبي عمره شهرين ولا 6 شهر، ما ينجمش يكون ولدها. إي سي تافيري اللي ثم ناس تكري البيبي نتاعها للنساء هذوما بالنهار، هاي كتساسي بيه وعقاب النهار ترجع البيبي الحبات عند أم وبوه ومعاها 20 دينار ولا 15 دينار. دونك حبيت نقول وأنه في الجرائم هذوما هما جرائم مستحدثة اللي يتطوروا كل يوم، يعني كل يوم يجيك شكل جديد. في الاتجار بالأشخاص احنا مثلا ما كناش قبل، ما سجلناش قبل حالات مثلا متاع إرغام على الحمل. شفنا توا حالة متاع إرغام على الحمل. شو معناها إرغام على الحمل؟ إرغام على الحمل معناها هذوما يعني اون جون في اللي تم إرغامها على أن تحبل ومن طرف عائلتها، مش حتى من طرف ناس بعيدة، على خاطر البيبي هذاك ديستيني وأنه تتبناه عائلة أخرى، باش تاخذوا عائلة أخرى، باش ياخذوا كوب اللي ما ينجبش. يتباع معناها. يتباع بمقابل. دونك هذا هو بينصير بمقابل، يعتبر هذا كيف يعني فيه جانب متاع الاستغلال متاع البنية هذيك وإرغامها على الحمل قصد تحقيق أرباح فيما بعد، يعني من جراء الحمل هذاك. دونك الجرائم هذه هي جرائم اللي كل يوم تنجم تاخذ شكل جديد، وهذاك علاش يعني الجرائم هذه من أخطر الجرائم، تنجم تتمظهر في عديد المظاهر، تنجم تخرج لك وضعيات اللي ما عندكش. بون بالنسبة لتونس معنية بصفة خاصة بالاستغلال الاقتصادي، بالنسبة بيان سور ثم الاستغلال الجنسي ما يجي في مرتبة ثانية. أكثر شريحة معنية
بالاتجار بالاشخاص هي الاطفال بيان سور. بالنسبه للاجانب اللي في تونس اللي تم استغلالهم في تونس ما سجلناش حتى حاله تاع استغلال جنسي لاجانب. دونك كانت الاستغلال الكل استغلال اقتصادي على عكس التوانسه اللي تم استغلالهم خارج تراب تونس اللي نلقاو فيه الاستغلال الاقتصادي اما زاد نلقاو فيه استغلال بنات جنسيا يعني تم تسفيرهم او يعني مساعدتهم على انهم يغادروا تونس بقصد يعني هم كي يخرجوا ما يخرجوش يعني تخرج على اساس عندها عقد عمل امور ومريقله ما كي توصل تلقى روحها مجبوره على ديستيني للبيع في المجالات الجنسيه. وهذا علاش احنا اكدنا ومازلنا ما لقيناش لها حال صاغيه كيف ما حبينا مي رانا ماناش باش نسكتوا هي مساله وقتك هاو خاطر قاعدين نحضروا طوف التقرير نتاع الهيئه لما رانا جايينهم على خاطر احنا وقت حكينا على مكاتب التشغيل والتوظيف بالخارج اللي حل بطريقة غير قانونية في تونس واللي العدد نتاعها يتجاوز برشا عدد المكاتب اللي حل بطريقة قانونية وقلنا إيجا نشوفوا وين الإشكال ونشوفوا القوانين اللي يلزمنا نقوها في الاتجاه هذا خاطر المكاتب هذه قاعدة تصفر في تونس اللي يبعثوه للإرهاب يبعثوه واللي يبعثوه للدعارة يبعثوه واللي يبعثوه باش يستغلوه ويحطوه في وضعية العبودية يبعثوه وعليهم عليهم حتى رقابة المكاتب هذوما. وانتم عندكم فكرة عليهم المكاتب مكانهم عليهم وعنا فكرة على أسمائهم وعنا فكرة على إيش قاعدين يعملوا وطلبنا سمعنا واتصلوا بنا من مجلس النواب وقالوا راه باش يتم سماعكم في تالتات ومن بعد قالوا لا نسمعوا ساعة وزارة التشغيل ومن بعد نسمعوا الهيئة وللساعة هذه والهيئة ما زالت تستنى. أما راي الهيئة تستنى مش باش تقعد تستنى كهو سواء عنا أولويات مرتبة وقاعدين نخدموا على الملف هذاك بالذات ورانا نحن اللي باش نخليوا العباد تسمعنا على خاطر ما هواش بالكيف في المواضيع هذه مش بالمزية الناس باش تسمعنا راهي ستجبروا على أنها تسمعنا خاطر المسألة هذه تتعلق بتوانسة تتعلق بكرامة التوانسة تتعلق بهمة التوانسة تتعلق بمستقبل التوانسة تتعلق يعني بالجانب والتأخير ما ينجم يزيد كان في عدد الضحايا دونك بطبيعة الحال وقت اللي المجال وقت اللي انت تجي اليوم تبقى عندك قرابة 40 مكتب تشغيل وتوظيف ومعليه حتى رقابة وحتى حد ما هو متلفت لهم ويعملوا في اللي يحبوا ويبعثوا وقت يحبوا ويبعثوا العدد اللي يحبوا وما نعرفوهمش حتى وين يبعثوا فيهم. صفا دو سوا شرشارة متاع فلوس راهي شرشارة تاع فلوس خاطر نسبة كبيرة ياسر اليوم وقت نشوفوا البطالة في تونس والعباد في وضعية هشة والعباد في وضعية استضعاف يعني هذوما مال هنا بطبيعة الحال باش يكبش حتى في خيط دونك يشد حتى في خيط يقول لك انا اون سي جامي تتحلش في وجهي. دونك هما يستغلوا الوضعيه هذه والنفسيه هذه باش يستغلوا الناس هذه والناس تدفع في الملايين ملايين يعني ملايين خاطر يوعدوهم بعقود شغل اللي هي يعني قانونيه واللي هي مريقله تطلع العقود كلها مضروبه والمكاتب هذه تخدم وتصفيش وما مادام العبيد مادام مش متخفين راهو الغريب واني المكاتب هذه ما هيش متخفيه تخدم قدام الناس الكل وبطريقه غير قانونيه بطبيعه مادام ما فماش ردع معناها ما عندهمش علاش باش يوقفوا العمل نتاعهم. خلينا نرجعوا مادام العبيدي بربي اللي معناها القضايا ولا الحالات المتعلقه بالاستغلال الاقتصادي والجنسي للاطفال. انتم الهيئه كيفاش تتدخلوا في الابان؟ ثم معناها تدخل يكون حيني لي مثلا انقاذ على الاقل مبدئيا الاطفال هذوما ولا الرعايه بهم والاهتمام بهم والا تستناوا ربما القضاء حتى لين ياخذ مجراه؟ لا 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 احنا بالنسبه للهيئه الوطنيه لمكافحه التجاره بالاشخاص وانا نقول الحمد لله مازالت عندنا مؤسساتنا اللي نعملوا عليها سانسيرمون ومازال عندنا مجتمع مدني اللي نعملوا عليه. هي تركيبه الهيئه في حد ذاتها من احسن ما تعمل على خاطر الهيئه فيها رئيس هيئه وفيها تقريبا الوزارات المتداخله الكل وفيها المجتمع المدني فيها الاعلام وفيها حقوق الانسان ممثلين هذوما الكل. دونك الهيئه داك يحصلها العلم باي وضعيه كوسوسوا على الفيسبوك كوسوسوا اتصال يعني على رقم نتاعنا الاخضر اللي هو 80 10 47 48 كوسوسوا الاتصال المباشر بالهيئه. احنا الجمعه اللي فاتت تم الاتصال من طرف مجموعه كبيره نتاع بنات الهيئة. دونك احنا اون اجي انستانتانيمون في الدقيقة اللي تم الاتصال بينا والا نطلعوا على وضعية كل وضعية نميزوا مثلا هذه تستوجب بيان سور عندك ساعة تستوجب تدخل وزارة الداخلية لازمك تحطها على الخطة خاطر هذه جرائم نتصلوا بسيد وكيل جمهورية نتاع المنطقة اللي فيها الاعتداء هذاك إذا كان الضحية لا بزوا وأن نبعدوها وإلا نوفروا لها الإيواء يتم إيواءها
حينا يعني توفر لها وزارة الشؤون الاجتماعية حينا توفر لها المأوى، وإلا زاد عنا المجتمع المدني كيف جمعية أمل جمعية بيتي اللي ياخذوا علينا وقت نتصلوا عمرهم ما ردوا علينا ضحية يلزم يتم إيواءها أو إبعادها من منطقتها باعتبار وأني تتشكل عليها خطورة إذا كانت تبقى غادي. وزارة الصحة كيف كيف احنا تم ناس وبالرغم من زي المخرج الأمر بتاعنا جنية العلاج ما ردوا علينا حتى وضعية حتى في عملية جراحية اللي تم يعني التكفل بها من طرف الدولة. دونك الهيئة راهي كل وضعية سور لو شان تدخل فيها، وإذا كان أنا أقول الهيئة هذه عندها أنا تو جسكولا اللي في غياب ميزانية وفي غياب موارد مادية وفي غياب تو سكو فو فولي جسكا مانون الهيئة ما ثم حتى ضحية ما لقاتش من العناية والاهتمام. كل حاجة تنجم تحتاجها كل حاجة تنجم، وكيف كيف نوفروا لهم المرافقة بالنسبة للجانب القضائي، خاطر الضحية ماهيش مجبورة راهي تمشي للجانب القضائي، تنجم تقول لك أنا ما نحبش نشكي. بالرغم من هذا تتمتع بالبريزون شارج توتال. وكيف كيف احنا نخدموا مع الأساس اللي توفر محامين تحطهم على ذمة الضحايا هذوما، وداير نحن عندنا يعني بيريوديكمون يجيونا لنا ونعملوا جلسات مع الضحايا اللي راغبين في التتبع وننوبوا لهم محامين تنوبهم لهم الأساس اللي يتابعوا لهم القضايا نتاعهم مجانا. دونك التدخل نتاعنا هذاك علاش انا اقول راهي تونس باقي مازال فيها خير، اللي مؤسساتنا مازالت في نوعيه نتاع مهانه كيف ما هذه، خاطر الجرائم هذه راهي من اخيب ما ثم من انتهاك على حقوق الانسان. مازلنا كي ندوروا مؤسساتنا نلقاو ناس تقف، ندوروا للاعلام وقت اللي يقولوا راهو في الموضوع هذا يبو ميو ما تزيدش تتوسع فيه، لقينا ناس اللي فهمتنا وتفهمت اللي ثم اختار مثلا على الضحيه وما يلزمش اونيتال بلوس دو ديتاي، لقينا مجتمع مدني اللي ساند. دونك بالنسبة لنا نحن راهو أي تدخل يصير فورا سور لو شان، سينو ما عادش عنده حتى قيمة التدخل، سينو ما عنده حتى قيمة، ما عنده حتى قيمة بالتدخل بعد الضربة ما عنده حتى قيمة، وخاصة كيف ما قلت أنت تو بكري قلت لي تستناو القضاء، لا خاطر الضحايا ما همش مجبرين وأنهم يقدموا قضايا، يعني أنت تتكفل به خاطر داير القانون أعطاه فترة بتاع تفكير وتعافي، راهو ساعات عباد اللي بالصدمة بتاع الشيء اللي يصير معاهم، وإحنا شفنا هذوما في وضعيات، شفنا في وضعيات نتاع الناس اللي تم ايوائها مش ايوائها يعني اللي بعثت للخارج، وشفناها كيفاش روحت العباد هذه اللي عباد دقدقت ويلزمها بريزون شارج بسيكولوجيك وبسيكياتريك، وتتصوروا في بالك كل نتاع عوام نتاع عوام. دونك لهنا يعني انا اقول على كل حال راهي اولويتنا اليوم يعني خلاف العمل هذا نتاعنا راهي مكاتب التشغيل والتوظيف بالخارج موضوع لنا باش نسكتوا عليه ولنا باش نتجاوزوه ولنا باش نبطلوا منه على خاطر موضوع اللي مهم برشا مهم جدا. شكرا لك مدام روضه العبيدي رئيس الهيئه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالاشخاص، نعرف ما كانش عندك الوقت وعندك اجتماع هام لكن خاصه الوقت، شكرا لك مره.